يا مساء الفل ويا مساء الجمال عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا دايما بخير وفي صحة وبخير يا رب. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا جايبة قوطة، نزلت السوق النهاردة وجبت قوطة معايا، هي جميلة وسعرها حلو ومش صفرة، لا حمرة وجميلة. طبعا فيها الجامد وفيها المستوي وفيها مثلا زي دي كده ممكن تشيليها على طول. بصي هي القشرة بس وتعمليها وتنضفيها وهتحطيها في الفريزر اللي عندك، طبعا هتتفعي بيها في اكياس بعد ما تتطبخ. طبعا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. انا هنا غسله معايا الكميه دي، بقيه الكميه اللي لسه هغسلها معاكم ونحطها في الحله ونشوفها. بس انا غسله الاول معايا اهوت القوطه ديت اهي، جميله اهيت وحمراء. وطبعا كلنا عارفين ان القوطه الفتره ديت سعرها حلو وهادي، سعرها مش غاليه قوي، ب2 جنيه وب3 ونص برضو. الواحد قال يجيب ويعملها، وانا طبيعه الحال بجيبها وبصلصها عندي في البيت وبحطها في الفريزر وبعبيها في كيس وعلى قد الطبخه بالظبط، بتنفعني وبتوفر الوقت معايا. لو عملت خلطه محشي هجيب من الفريزر وعلى طول فضي من الكيس على طول، مكرونه نفس الشيء، اي طبخه بتبقى سهله معايا وكده. في ملحوظه عايزه اقولها لكم، لو القوطه صفرة شويه ممكن لو في بنجر متوفر عندك ممكن تحطي بنجرايه كبيره تقطعيها. طبعا كلنا عارفين ان البنجر حلو جدا للانيميا ومش لون، بل بالعكس ده هو لون طبيعي وحاجه صحيه وحاجه نظيفه معاكي، هتبقى حاجه كويسه وهتعينيها في الفريزر وهتنفعك على طول وتبقى متوفره معاكي. وخصوصا ان القوطه هاديه زي ما قلت قبل كده، ان سعرها بسيط جدا 2 جنيه مش حاجه يا جماعه، لما نجيبها ونعملها معانا في البيت وتبقى موجوده متوفره. انا دلوقتي معاكم اهوت، انا حطيت غسلت شويه دول في الحله واقوم حطاهم على النار لحد ما يستووا. ده شكل القوطه بعد ما استوت، وطبعا انا غسلتها قدامكم وحطيتها في الحله ديت، وطبعا ما حطيتش الكميه كلها لان الحله مش شيلهاش. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الميه بتاعتها هي سردت، وانا قلت لكم طبعا ان انا مش بحط عليها ميه لان هي بتسرد الميه بتاعتها، واكيد طبعا الميه دي هتفيدني وانا بضربها في الخلاط عشان خاطر ما زودهاش ميه خارجيه، فدي هتبقى الميه بتاعتها نفسها تمام كده. بعد كده بقى طبعا انا سبتها لما بردت خالص عشان خاطر مش هينفع ان انا اضربها في الخلاط وهي سخنه. يلا بقى مع بعض كده نضربها في الخلاط ونصفيها تمام كده. خلينا مع بعض واحده واحده. شايفين معايا اهو بعد ما ضربتها في الخلاط ده يا جماعه، اهو هنحطها في المصفى. ده بالظبط كده شفشق طماطم في الخلاط، يعني الكميه دي شفشق بحالها. شايفين عامله ازاي؟ انا بحب بصفيها لاني اساسا بعد كده مش هقوم داخله على طول ومعبيها في الاكياس واخد الكميه اللي انا عايزاها، لا طبعا لازم تاخد غلوتين معايا، وده اللي هوريه لكم برده بعد ما اصفي. وبعد كده الكميه اللي عندي تتصفى خالص واقوم جايباها واحطها في الحله وهديها غلو. يلا سموا الله كده معايا. طبعا دي الطماطم بعد ما صفيتها وحطيتها على النار، دي الكميه كلها اللي انا عملتها معاكم وغسلتها وجايباها من السوق. زي ما انتم شايفين كده انا صفيتها واحطها تغلي غلوتين ثلاثه لحد ما تنقص، لان لما هتنقص هتديني نص تسبيكه وهقدر اعبيها في الاكياس الكميه اللي انا محتاجاها معايا. وفي ملحوظه عايزه اقول لكم عليها، قلت لكم عليها في الاول، ان انت ممكن تضيفي بنجر، ممكن كمان تضيفي فلفل او بابريكا، بس انا بفضل البنجر او الفلفل الرومي الاحمر، دي حاجات طبيعيه ومضمونه معانا وحاجه كويسه وفيها فيتامينات عاليه جدا الاتنين، ان كان البنجر او الفلفل الرومي، فدي حاجه طبيعيه وجميله وكويسه. واكيد طبعا هتبقي انت شايفه انك عامله حاجه نظيفه في البيت وكمان مش مكلفه، لان الفتره ديت القوطه برده زي ما انا بقول انها سعرها هادي جدا وبسيط، يعني كيلو ب2 جنيه مش غاليه، تقدري تجيبي الكميه اللي انت عايزاها وتنفذيها في البيت وتطلعيها طبعا معاكي على حسب المقدار اللي انت عايزاه. يعني انا مثلا بعد ما اخلص وتنقص، لان انا عايزاها زي ما انتم شايفين ان الحله هي ما شاء الله عليها الحله مليانه وكبيره مش صغيره، هاخد الكميه اللي انا محتاجاها
في الاكياس على قد الطبخه اللي انا هعملها بالظبط، بس طبعا بعد ما تنقص وتقصر، لان طبعا هي سردت ميه وانا ضربتها بالميه بتاعتها، فانا محتاجه الميه دي تقل شويه، فلازم تقصر معايا وتاخد معايا نص تسبيكه. تمام كده، بعد ما تغلي طبعا، وما اقدرش ان انا احطها في الاكياس الا بعد ما تبرد وتهدى خالص. خليكم معايا بقى بعد ما تهدى وتبرد. بصوا بقى يا حبايبي، معاكم اهي بعد ما نسيت طبعا وغليت، اهي بقى شكلها عامل ازاي. تقلت طبعا لانها اتسبكت معايا زي ما قلت لكم قبل كده نص تسبيكه، وهبتدي دلوقتي اعباها معايا في الاكياس اهو. هاخد الكميه اللي انا عايزاها ومحتاجاها في الكيس بالظبط معايا، يعني انا مثلا باخد على قد الطبخه، لو انت حابه تزودي هتزودي زي ما انت عايزه، بس الافضل ان انت تاخدي على قد الطبخه بتاعتك، مش هتملي الاكياس قوي. لو انت حابه بقى تحتاجي كميه تانية ممكن تفتحي كيس تاني، بس عشان ما تبقاش ايه ما الكيس مليان. وبربطه طبعا الاكياس دي انا جايباها اكياس لبن اهي، الكميه اللي انا محتاجاها اهيت. خليكم معايا. وكده خلصت اهيت الكميه كلها اللي كانت في الحله اللي انا وريتها لكم في الاكياس. انا شاري على فكره ربع اكياس لبن، بتجيبي ربع اكياس لبن هتكفيكي وهتفيد كمان معاكي. زي ما انتم شايفين اهو الكيس حلو اهوت، على قد زي ما انا قلت لكم على قد الطبخه. ولو انتوا حابين تقللوا قللوا، لو عايزين تزودوا زودوا، حاجه براحتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واسيبكم على خير ان شاء الله.